كشف مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل عن قائمة الأفلام الخليجية المشاركة في دورة المهرجان الرابعة. هذا وتضمن بل تضمن القائمة تضمنت 7 أفلام تمثل دولة الإمارات العربية المتحدة بواقع فيلمين، السعودية تشارك ب4 أفلام ومملكة البحرين تشارك بفيلم واحد. قبل أن يسجل الستارة عن نتائج الفوز بجوائز مهرجان الشارقة السينمائية الدولي للطفل، فإن المهرجان لم يغفل عن الإشارة إلى الأعمال الفنية الخليجية المشاركة التي تتنافس مع مختلف الدول ليكون لها نصيبا من الجوائز المقدمة التي تكافئ الجهود المبذولة في كل عمل على حدة. فبواقع فيلمين تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، وب4 أفلام تشارك المملكة العربية السعودية. أما مملكة البحرين فهي أيضا لها نصيب في المشاركة بفيلم واحد للمخرج البحريني السينمائي هاشم شرف. مشاركتي هي عبارة عن فيلم قصير في مهرجان الشارقة السينمائي للطفل، اسم الفيلم ميتم، فيلم قصير تقريبا بحدود 3 دقائق. يتكلم الفيلم قصته عن الأيتام، موضوع قضية الأيتام وبالذات قيمة الحنان لليتيم. العام أنا كنت حاصل على جائزة أفضل فيلم خليجي قصير بعد في فيلم سورج، بعد تم تصويره في البحرين. تتناول كافة الأفلام الخليجية المشاركة في المهرجان حكايات مختلفة من واقع المجتمع الخليجي، وتتصف هذه الأفلام بقدرتها على تصوير البيئة الخليجية وما تختزنه من قصص واقعية أصيلة في المجتمع، كما تمتاز بقصص تنبض بالحياة قادرة على التعبير عن طبيعة تفكير جيل الشباب في دول مجلس التعاون الخليجي. احنا شاركنا هنا فيلمنا اسمه شباب بوبكورن، هم شباب بشكل عام عايشين في أمريكا، واحنا كنا نبغى نتكلم عن قضايا يعني تناسبنا كشباب. هذا الفيلم هو موضوع تهاون الشباب في استخدام حزام الأمان. فيلم ذاكرة ممتلئة، يتكلم عن اللي هو طفل حسن يقع في ضحية الطلاق، يعني فتتقاذفه الأمواج من هنا وهناك لكي يوصل إلى يعني رسالة السلام إلى والديه. حتى لا يفوتنا القول فأن مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل تمكن في دورته الرابعة من استقطاب مجموعة من الأسماء البارزة في الإخراج السينمائي من مختلف دول العالم لدعم المواهب السينمائية الشابة. الفيلم حتى الآن متحصل على 8 جوائز، واصلين أكثر من 60 مشاركة ما بين المهرجانات، وهذا أول عرض حصري في الشرق الأوسط. مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل يفتح المجال للمنافسة ضمن 8 فئات، ويمثل المهرجان منصة جيدة لعرض الإنتاجات الخليجية السينمائية بمجموعة الأفلام التي استقطبها لتترجم مدى الاهتمام السينمائي الذي يكتنف الشباب الخليجي. منافسة قوية بين الأفلام المشاركة، وأيام وجيزة تفصلنا عن معرفة الفيلم الفائز في ختام مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للطفل. للتلفزيون البحرين، إيمان شرف، الشارقة، الإمارات العربية المتحدة.